متحف الشارع الهنون، هاي الفنان هون سليمان منصور، مولود 1947. سليمان منصور هاي عند سليمان منصور، مواليد 47. ألحان شجية، اللوحة سنة 1977. هو من أشهر الفنانين الفلسطينيين وصاحب اللوحة الشهيرة جمال محامل. تحياتنا للفنان الكبير طبعا سليمان منصور، وسعداء بوجود اللوحة تاعته هون، ألحان شجية في متحف الشارقة للفنون. تحياتنا طبعا الكبيرة للفنان سليمان منصور هنا من الشارقة.